كذلك بتونس نقوم بتشجيع المهنيين على الحصول على علامة استدامة، ونعمل حاليا على وضع برنامج لتأهيل المؤسسات السياحية يراعي شروط الاستدامة. وأود أن أشير إلى أنه تنتظم في الوطن العربي سنويا مهرجانات وفعاليات سياحية مشتركة تهتم أغلبها بحياة التراث المادي والغير المادي المشترك، خاصة في المناطق والمناطق الصحراوية والبحار. لذلك كنا ندعو إلى ضرورة بناء شبكة عربية تجمع مختلف الفاعلين في هذه المهرجانات والفعاليات لتصميم برامج تسويقية لها، خاصة في الأوساط الشبابية في الوطن العربي. كما ندعو إلى ضرورة الاتفاق على مسارات السياحة الثقافية تشمل العواصم التاريخية في الدول العربية. حضرات سيدات والسادة، إن علاقة السياحة بالإعلام علاقة عضوية لا انفصام فيها، فلا يمكن تصور نجاح وجهة سياحية في استقطاب الملايين من السياح من مختلف بقاع العالم دون جهد إعلامي يروج لصورتها ويعرف بمنتجاتها السياحية ويساعد في معرفة النقائص. ومن هنا أتت الحاجة إلى بعض إعلام متخصص